بسم الله بدينا والنبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء النور، مساء البهجة والسرور لصديقتي كل. شكرا شكرا من أعماق أعماق قلبي على دعواتكم لي. إن شاء الله ربي يشفيني ويشفيكم، ردوا بالكم على صحيحكم وما تتعبوش رواحكم برشا، الصحة لا تعوض بثمن. إن شاء الله ربي يحفظنا، وإن شاء الله ربي يعطينا صحة الأبدان أجمعين ويشفي جميع المرضى. فيديو جديد، روتين جديد، شوية من المشتريات، هكا بعض المشتريات حبيت نشاركها معكم، حاجات سألتوني عليها جاوبتكم عليها، وحضرت العشي متاعي وديتكم به طريقة سهلة وخفيفة وتحضر فيسع فيسع، باش نوريكم شنو خذيت بالأسوام متاعها، الحاجات اللي خذيتهم. خليكم مع فيديو اليوم، وإن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. وما تنسوش يا صديقتي اللايكات اللايكات، وعلى فكرة والله العظيم يشهد ربي راهو ما عنديش حتى قصد اني نوريكم مشتريات، غير اني ندلكم على البلايص اللي تبيع بسوام مرفقة، ونصيحة من الروح للروح، وصحة وفرحة لخياتي الكل. صديقتي هذا برودوي خديته، سالتني اخت قالت لي فاتن باش تعملي البارتير نتاعك ولا زليت الحصيلو، هذا هو اللي انا نستعمله، البرودوي جين ملتي سيرفاس نيتويون افيك جافيل، اهو هذا هو خذيته من المجازان، من المجازان اي خذيته من المجازان، هكا محطوط فيه كلين. هذه هي الدبوزه، الحقيقه نحطه ينظف لي بالكدا وما يهلكليش معناتها القاعه نتاعي، هذا هو اللي نستعمل فيه انا. شوفوا كل شيء وصل له الدهن البنات الدنيا كلها وجهي بالدهن، يدي بالدهن، يا جاب ربي تنحى منه الدهن يدي. السمك نتاعي توش نحضر تفويحه السمك وحده قبل ما نحضر معناتها الطبق كامل. هنا باش نفوح بكل شيء، باش نحط فيه كل شيء، راكم معايا. هذوما سالتوني عليهم برشا، هذوما راهو البنات خذيتهم من حي الزهور، قبل خذيتهم على 15% من مرشي حي الزهور، يا حسره وقت خذتهم لي خالتي، مش للا اخرى، خالتي اخرى. هنا فلفل الكحل سالت عليهم راهو ما لقيتش منهم، حطينا توا خلينا في التفويح، ما نحب نجاوبكم على كل شيء مع بعض. حطينا فلفل اكحل وحطينا كركم وحطينا ملح. شوفوا من بعد راني باش نخلط الكل بيدي، شويه بسباس يبنن ياسر، راهو بسباس شويه مش برشا، باش يقولوا لي ريحه السمك باش نحى، هذا سمك بحري مات اول حاجه ريحته قويه ما شاء الله، يعني ما يتنحاش. شنو باش نزيد معاه؟ باش نزيد معاه شويه كمون، يصير روحات شيء. ها هنا نحط شوية الكمون، نفوحها بالقدا بالقدا. هنا باش نعمل معاها شوية فلفل ملحي، فلفل الأحمر هذاك نعمل فيه شوية هيك عربي، هاذي هي السكينة اش تعمل هنا وفيت مهمتها. وباش نحط فيه شوية تفاح، هذه هي، ومع الفاح ما ننسوش يا البنات الثوم. فما اخت قالت لي تستعملي ياسر الثوم يا فات، الثوم راهو بنين ياسر، قالت لي تهربي المطعم. لا انا نهارتها هي شافتها في المقرونه قالت لك تحطي ثوم، المقرونه راهي بنتها في الثوم نتاعها. هذه لاباري برشا سالتوني انت كنصبك نتاع البلاستيك نتاع بودينار وكل، اما انا خذيتها على الفين. فما اخت قالت لي راني لقيتها في سوق ليبيا، يعني كي نبدا نحرك هكا ندورها كل شيء كل شيء سامحوني البنات نسيت الكلام، كل شيء على المباشر. ها ما خلطتش على خاطر هذايا، هو الثوم نتاعي نفوح بيه باش يبنن لي، باش يعطيني بنه اكثر للسمك. ثم كله تو باش نخلطهم وباش نحضر البلاتو نتاعي اللي باش ندخل كل شيء للفرن. هذايا كلها خاطر كي تبدا عندكم رما، يبدا عندكم حاجه مثلا تو انا الغاز نتاعي مش لاهيه، فنعمل لها هك بي تو البنات باش نخلطوا. بسم الله باش نحط معاه شويه زيت، خلينا نجيب الزيت نعطيها هكا تاخذ الرفاحات.
دلوقتي جبت البلاتو نتاعي، توا جبت البلاتو باش نحط الكعيبات تاع السمك في البلاتو هكا، باش نحطه في الفرن. بعد ما حطيت السمك نتاعي هذا هو في الطبق ديالي باش نحطه في الفور، ايش باش نعمل؟ راني مجربتها على فكره البنات، جت جربتها قبل وجت بنينه تهبل. باش نعمل البطاطا هكا، نحطهم بجنبهم خاطر نحب السمك يقعد الفوق. يزي خاطر هو عشاء ليل. توا ناخذ البصل، البصل نتاعي زاد نخليه هكاكا راه نسيب المطعم نتاعو خاطر باش نحط فيها شويه ماء كمان، خليها هنا هذيا. بسم الله راه خليها كيف كيكا. عندي هنا الطماطم، حاجه سهله برشا البنات، قص خضرتي كل بيه متاع واحد مزروب يعمل كل شيء. شوف شفت المنظر ازاي. وهنا باش نكمل شوية الفلفل، فلفل نقصهم هكاكا رونديلات رونديلات صغيرين باش نعمل جرينيز في بركة ربي. انا راني ما عنديش اكلك الكبير في الليل، ماذا بيا ديما حاجة خفيفة وعادي، يا غرتة حاجة شايحة. نحلها هذه هكا، هذا هو. تو باش تشوفوا الخلطة اللي باش نخلطها له البنات. استنى تو باش نعمل له صوص باش تشوفوها. هنا باش نحط مغيرفة طماطم، باش نبدا تو حطيت شوية ماء، حطيت مغيرفة طماطم باش نحط مغيرفة هريسة عربي. صوص هذه يا البنات باش نسقي بها نصبها على الخليط هذاك. ولا لا ما حبش تهبط، خليك في الصحن صافي. به هنا باش نحط شويه صحات تفويحه، توا نحط شويه فلفل اكحل شويه كركم تفويحه، كركم فلفل اكحل. لا اله الا الله سيد محمد رسول الله. ملح بدات نهزهم كلي. ولا لا سترو شويه ملح، شويه فلفل احمر، شويه فلفل احمر وشويه فاح. باش نخلطهم بالكدا مع بعضهم وباش نصبهم على الخليط نتاعي، على الخليط على الوحده اللي حضرتها. وهنا البنات بعد ما خلطتها زدت هاك الثوم اللي بقى في هذه الطحان تاع الثوم، وتوا باش نصبها عليهم. بسم الله نصب على جناب هك، باش نخلي الحوطه من فوق ما نصبش عليها هك. نحلوها شويه مزال الهيسه ما تحلتش، أما ما يسالش بنينة حتى كي تقعد كيكة بنينة. هي هي كل شيء في ساعة ما يطيب، راه كل شيء يتسطى في لحظة. وهنا البنات باش وهنا باش نصب الزيت، هذا هو، وباش ندخلها للفرن تطيب ومن بعد ناكلو صحة وشفاء وان شاء الله قسمت منها في الجنة. هذا هو العشاء. وهنا البنات ندخلها للفرن، نحطها على الفرن من اللوطه، نخليها تطيب من اللوطه ومن بعد من تحت، وبعدين نحل عليها من فوق خليها تطيب لساعة من اللوطه بالكدايه. كي نحسها طاب كيف تبدا الصوص نتاعي تنشف نولي نحل عليها من فوق صافي. المهم صديقاتي اجو نوريكم شنو خديت. هديه خديتها من الكارفور، شفتوها هذه من الكارفور، سلام في ظهر لي نوقف خير البنات.
هذه خذيتها من الكارفور، مع الاسف هي تو مغبره وكل خطر مازلت ما حلتهاش. هذه البنات خذيتها ب 6000 ريتوه، هاي مبلوله على مول معون كل محطوط على بعضه، كل مره ننظف حاجه ريتوها. هذه نعمل فيها خليط الكيك، نعمل فيها الغله، نحط فيها اللي نحب انا، ولا نجم نعمل فيها سلطه. هي سلطه هي نتاع سلطه ب. هذه زادة خذيتها من الكارفور، هذه خذيتها من الكارفور حتى هي ب6000، هذه للتارت. شتوها منتلي كيفاه. هذه البنات دبوزة زيت، تحطوا فيها الزيت تحل هكا وإلا تتحل هكا. هذه خذيتها ب15 نمية ريتها. وهذه يا صديقاتي هذه زادة خذيت منهم أظن الكعبة على 3000، هذومها خذيت كعبة في الروز. وهذوما القصار العجينة ولا حاجة نجوم خذيتهم ب15 مية زيدة. شو وهذه صديقاتي سوبلا، خذيت السوبلا هذية ب15 مية كما قاعدين تشوفوا فيها الحصيلو. ممكن ياسر باش نكمل منها انا، هذه راهي كلوح هكا قلت نعملها على رخامه جديده كي تبدا حاجه سخونه ولا اللي هو حتى في المنظر مزيانه وتطلع لي مع الحاجات اللي عندي. فما منها في الفير، فما منها في البيج، وفما منها في اللون هذا. انا ديما نحبذ الالوان هذية، نحسها هكا تعطيكم ضخامه، نحسها كانه لوح ولا حاجه. خذيت هذية ب15 نمية، شفتوا مشتريات حاجات بسيطة راهي البنات. وهنا البنات قضيت قضية متاع ماكلة حاجات للأكل الحصيلو. فما برشا بنات سألوني على هذوما متاعي، هذوما متاعي اللي عندي معاهم. استنوا نوريكم الدبابز الأخرين متاعهم. لحظة بركة البنات، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. حطيتهم الداخل، فيهم البرغل، فيهم الملوخية. هذم البنات خذيتهم، هذوما ماخذة منهم دوا، كملت خذيت منهم كنت حاطة وحدين فيهم التاي وفيهم اسمه السكر بتاع التاي، انواع التاي والسكر. وهذه كنت حاطه فيها البقول وكل، اظن وين تلقوهم في باب الدسيره. هذم الحقيقه باهين برشا وحسيت منظرهم مزيان وباش يزينوني الكوجينه. باش نكمل منهم، خذيت منهم ثلاثه باش نكمل منهم، هذوما الصغار وهذه واحده كبيره. باش معناتها يعطوني كلهم هكا يبدو كيما السيري كامله مع بعضهم. وهنا صديقاتي تنجموا تعملوا اتيكيت، تحطوا فيها الاسم تاع الحاجه اللي مثلا سكر، قهوه، اللي تحبوا نتوما. منظرهم مزيان برشا، عجبوني خذيت منهم، وانا عندي منهم ديجا من قبل. هذايا عندي تكسر لي وانا نحبهم في رمضان، نطيب به برشا الطاجين هذايا. مع الاسف تكسر لي توا في معناتها وفي المرمه والكل تقسم لي، فرميته خاطر كله ولا يجرح. وهذايا انا كيفاش انا باش نغسل؟ هذايا محطوط مازلت ما غسلتوش، والصحن زلق تقسم. فخذيت واحد اخر اللي هو هذا، هاهو البنات خديت هذا. باش نوريكم زادا شنو عندي اخر معاه. هذوما نحب ياسر انا، راهو في سيدي رمضان، هذوما نعمل بهم اللازانيا، نعمل بهم كي يسموه بان ماري، الفلون يجو هنا نعملهم هنا. قدرة قادر ذاك اللي تسمعوا بها، قدرة قادر نعملها هنا. هذه هي هذوما اربعه، هذوما موجودين في المونوبري. وهذه الطاجين نتاعي الفخار راهو يطيبوا فيه، هذايا للطياب نطيب فيه كل شيء، ما يصير له حتى شيء متاع غاز. وهذا توا غاضني باش نلوح الخطا، خليت الخطا ما نعرفش باش نعمل له. نقولوا لي تبرعت، شوفوا الدهن، ماني قلت لكم الدهن في كل بلاصه. هذايا باش نخليه، مانيش عارفه اش نعمل فيه.
مانيش عارفه الحسين وذاي وكن تو نعملو طلع متغل. اش قولكم البنات نقلبو هيك ونحط فيه صحن ونحط فيه الغل ونحط فيه برتقال.